بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة يلي موجودين معنا بالكنيسة المباركة يلي عم بتشوفونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم كله سوا، تحية لإلكن بالرب يسوع بهالليلة المباركة يلي فيها نحن مجتمعين حتى نفتتح شهر أيار. اليوم نحن منعيد إذا بدكن الصيد الكثير يلي هو الأسبوع الرابع من بعد قيامة الرب يسوع، وبنفس الوقت نحن منعيد افتتاح الشهر المريمي يلي بيجمع أبنائنا كلها سوا ولبنان كله سوا بيجتمع حتى يجوا يعيدوا إمنا مريم. من بعد قيامة الرب يسوع، يسوع ظهر عدة مرات لتلاميذه، والظهورات الرب يسوع كانت هي تأكيد على قيامته من بين الأموات. ظهر للمريمات، ظهر لمريم المجدلية، ظهر للتلميذ بدون توما، وظهر للتلميذ مع توما، ظهر للتلميذ تلميذي عماوس يلي كانوا رايحين صوب أورشليم، واليوم بيظهر للتلميذ وبيتصيد الصيد العجيب، ومنشوف مار بطرس بيأتزر بثيابه وبيرمي حاله بالماء وبيقول له يا رب ابتعد عني لأنه أنا إنسان خاطئ. عشان هيك إخوتي الأحبة أنا وياكم اليوم رح نحاول إنه نفكر بتدبير الله الخلاصي. ولما منقول تدبير الله الخلاصي أكيد إنه مريم في إلى دور. حتى نفهم تدبير الله الخلاصي في سبع تدابير ربنا عملها من بداية البشرية لحديت اليوم. أكيد ما رح أخذ وقت فيهن، رح أعددهم وأحكي كلمتين كلمتين لأنه كل تدبير من هالتدابير قادر إنه يكون وعظة. شو يعني تدبير الله الخلاصي؟ التدبير الأول يلي ربنا حطه بالبشرية هو تدبير البراءة. وبتدبير البراءة هو التدبير يلي ربنا خلق فيه آدم وحواء، ومن بعد ما خلق آدم وحواء بنشوف انه كان خلقهم بحاله البراره وبحاله البراءه وبحاله النعمه، انما هالاشخاص هودي اللي سمحوا للشيطان دخلت الخطيه على حياتهم ودخل الموت على حياتهم وادخلوا الخطيه والموت على حياتنا. وهيك بنشوف انه التدبير الاول يلي هو تدبير البراءه هالتدبير هيدا فشل. أما التدبير الثاني هو تدبير الضمير، ومنشوف من بعد خطية آدم وحواء ومن بعد ما فشل التدبير الأول دخل التدبير الثاني اللي هو تدبير الضمير لما قايين بيقتل خيه هابيل. الضمير يلي هو صوت الله بيقول له وين خيك؟ بيقول له ألعلي أنا حارس لأخي. وهون منشوف أنه التدبير الثاني يلي من المفروض أنه يكون عم يسمع في صوت الله هالتدبير هيدا كمان سقط، وقايين ما سمع في صوت الله. التدبير الثالث هو تدبير الملوك السادة والشعب، وهون منشوف انه قد ما ساد الشر
ربنا بيعمل الطوفان، ومن بعد ما يعمل الطوفان ربنا بيحط الملوك وبيحط الناس البشريين أو الناس العاديين. وهوني بيقول الرب لنوح: سافك دم الإنسان يسفك دم القاتل يقتل. أما التدبير الرابع هو تدبير الآباء، وبتدبير الآباء يعني تدبير أيوب، تدبير إبراهيم، تدبير إسحاق ويعقوب. هودي منسميهن الآباء أو هودي منسميهن الجدود. وبها التدبير هيدا كل بي من هالآباء كان يعتبر هو الكاهن يلي كان يقدم الذبيحة عن أولاده. يعني أيوب قدم الذبيحة عن أولاده، إبراهيم قدم الذبيحة عن أولاده، إسحاق قدم الذبيحة عن أولاده، ويعقوب قدم الذبيحة عن أولاده. من بعد هالتدبير هيدا التدبير الرابع بيجي التدبير الخامس يلي هو تدبير الناموس، ومعه بينتهي العهد القديم. شو هو الناموس؟ الناموس هو مثل الطبيب لما بيكون في إنسان مريض بيروح لعند الطبيب وبيقول له الطبيب بدي إياك إنك تعمل فحصية، أو بدي إياك إنك تعمل فحص دم، أو بيقول له بدي إياك إنك تعمل سكانر. بس فحص الدم ما بيطببه وسكانر ما بتطببه، إنما هودي بيعملوا العلاقة بين الإنسان وبين المرض، وأكيد بيعطيه الدواء. شي ذاته الناموس هو يلي بيقدر يحدد علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. وهالناموس هيدا ما بيتم إلا بتجسد ربنا يسوع المسيح. وبتجسد ربنا يسوع المسيح يلي تجسد من امرأة يلي هي عذراء مثل حواء. وإذا بعمل مقارنة أنا وياكم بين حواء القديمة وبين حواء الثاني، بنشوف إنه ربنا لما جبله لآدم جبله من أرض عذراء ما حدا داعس عليها. ويسوع آدم الجديد لما تجسد بيناتنا تجسد بأحشاء امرأة عذراء. آدم سمى المرأة امرأة، ويسوع سمى مريم امرأة، بيقول لها مالي ولك يا امرأة، بعرس قانا، ومرة تاني بيقول لها يا امرأة هذا هو ابنك. من هون منشوف انه مريم عم تاخد اللقب الامرأة يلي اخذته حواء الاولى. فمع حواء الاولى كانت الخطية والموت، ومع حواء الثاني كانت النعمة وكانت الحياة الجديدة. أما التدبير السادس يلي نحن منسميه تدبير النعمة، تدبير النعمة هو مجيء ربنا يسوع المسيح يلي أخذ طبيعتنا البشرية وصار إنسان مثلنا، وإجا حتى ينفذ مشيئة وإرادة الآب السماوي. مشان هيك مريم قالت نعم، وبالنعم يلي قالت مريم دخلت النعم الكتير عليها، والنعم الكتير دخلت على البشرية كلها سوا. والنعم يلي قال يسوع المسيح كان الخلاص، مشيئتي أن أعمل مشيئة الآب السماوي. أما التدبير السابع هو التدبير مجيء يسوع المسيح بالمجد الثاني يلي كليتنا مدعوين إنه نكون عم نتحضر لها المجيء، هيدا المجيء بالمجد. فإذا إخوتي الأحبة هيدا هو التدبير يلي ربنا دبره من اللحظة الأولى يلي خلق البشرية للوقت يلي نحن موجودين فيه اليوم، وعم نشوف الدور الأساسي يلي لعبته مريم بحياتنا. نحن اليوم إخوتي الأحبة إذا بدي فتش أنا وياكم أي تدبير عم نعيشه بحياتنا، نحن عم نعيش تدبير الملوك. تدبير الملوك يلي عم يجعل منا أنه ننصب حالنا نحن ملوك على الآخرين، نحن الخضاة، نحن يلي عم نحكم على هالإنسان وعم نحكم على هالإنسان. هيدا الإنسان عم نحكم عليه
إنه فاسد، وهذا الإنسان عم نحكم عليه إنه ما بيسوى، وهذا الإنسان عم نحكم عليه إنه شرير، وهذا الإنسان عم نحكم عليه إنه كويس، لأنه كل واحد منا عم بيشوف حاله بالإنسان الآخر. مشان هيك عدل الأرض هو عدل نسبي، أما العدل الحقيقي هو عند ربنا يسوع المسيح. هالشي هذا ما عم أقول إنه ما في فساد ظاهر، ما عم أقول إنه ما في خطية ظاهرة، بس مش أنا الإنسان يلي مطلوب مني إنه أحكم على الإنسان الآخر. أنا مطلوب مني إنه أمتلك يسوع المسيح، ولما بمتلك يسوع المسيح أنا بكون شعاع يسوع المسيح، مثل ما مريم عم بتدل على يسوع المسيح وعم بتقول إنه هو الطريق وهو الحق وهو الحياة، أنا بدون ما أعمل ولا أي شيء حياتي بتكون هي مثال عم بتدل الناس على طريق يسوع المسيح وكل شيء بيتغير. مشان هيك ما بدي أقول إنه خلي غيري يبلش، كل واحد منا مطلوب منه إنه هو يبلش أول شيء بحياته، يغير بحياته، والإنسان يلي بيغير بحياته بيشوف إنه الكون كله سوا بيتغير. مشان هيك حتى أختم أنا وياكم رح خبركم خبرية. بيخبروا عن هوني أبونا محمس بده يرتسم، إجوا لعنده عم يعملوا معه مقابلة، قالوا له يا أبونا أنت تتصير خوري شو بدك تعمل؟ قال لهم أنا إذا صرت خوري بدي غير الكون كله سوا. قالوا له الكون كله؟ قال لهم الكون. رسموا له الخوري، خوري عمره 25 سنة، الحياة قدامه. مرقت أول 10-15 سنة بيجوا عم يعملوا عم يحكوا بيقولوا لك يا أبونا مرق 15 سنة من كهنوتك وبعد ما غيرت شيء من الكون. قال لهم مش إنه بدي غير الكون كون، ما تفهموني غلط، مش إنه أنا بدي غير الكون كون، مين أنا حتى غير الكون، إنه أنا بدي غير بلادي. ومرقوا 10 سنين من كهنوته، إجوا لعنده قالوا له يا أبونا مرق 20 سنة 25 سنة من كهنوتك وعدنا أنك بدك تغير بلادك، بعض الحرامي موجود وبعض الفاسد موجود وبعض الخطية موجودة وبعض الكفر موجود وبعض الناس ما بتحب بعضها وبعض الإخوة مختلفين مع بعضها كرمال شقفة الأرض وكرمال البيت وكرمال بعض. شو غيرت يا أبونا؟ قال له ما تفهموني غلط، أنا مش إنه بدي غير بلادي بلادي، إنه أنا بدي غير منطقتي. ومرقت 10-15 سنة تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، اجوا لعنده قالوا لك يا ابونا وين منطقتك؟ على اساس بدك تغير منطقتك بعد ما غيرت شيء والناس بعدها مثل ما هي؟ قال له ما تفهموني غلط، انه انا ما بدي غير منطقتي، انا بدي غير ضايعتي. وكبر هالابونا وصار على حافه قبره، واجوا لعنده هو وهيك ختيار، قالوا لك يا أبونا مرقت عمرك كله سوا، وعدنا بدك تغير الكون ما غيرت الكون، وعدنا بدك تغير لبنان ما غيرت لبنان، وعدنا بدك تغير المنطقة ما غيرت المنطقة، وعدنا بدك تغير الضيعة ما غيرت الضيعة، وانت وصلت على آخر حياتك. قال لهم هلأ فهمت إنه أنا من الأول ما عرفت إنه غير حالي، لأنه لولا أنا غيرت حالي كانت تغيرت الضيعة، كانت تغيرت المنطقة، كان يتغير البلد، كان يتغير الكون كله سوا. عشان هيك اخوتي الاحبة بالعصر يلي نحن عايشين فيه هو عصر الحكم يلي فيه الاسياد ويلي فيه الناس العاديين، هالاسياد هودي يلي لما بيجوا كل الناس بيزحولن لانه بيخافوا منن، هالاسياد هودي لما بيجوا كل الناس بيجوا بيقعدوا محلاتكم بالكنيسة ونحن بدنا نقول لهم أهلا وسهلا فيكم، وبيجوا في معهم البديجردية وفي معهم الأشخاص يلي عم يحموهم، هودي اللي عم يحكموكم، هودي اللي عم يحكمونا، بس الحكم عند الله رح بيكون غير. الحكم عند الله الأولون آخرون والآخرون أولون، بس الأشخاص يلي بيكونوا اشتغلوا على حالهم وغيروا حالهم هن يلي بيكونوا الأولين عند الرب يسوع، مثل ما مريم قالت نعم وبهالنعم هيدا غيرت وجه الكون كله سوا. كل واحد منا مدعو انه يكون على مثال مريم، يبلش يغير حاله ويقبل إرادة الله ونعمة الله بحياته، ولما إرادة الله ونعمة الله بتدخل على حياتنا ك
كل الدنيا بتتغير، كل الكون بيتغير. آمين. إذا بتريدوا نوقف.